السلام عليكم. نحن الآن في لقاء حصري مع سيادة العقيد سكار العبيدي باسم صفحة الثورة السورية. السلام عليكم سيادة العقيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك بعض التساؤلات اللي وردت عن طريق المشتركين في صفحة الثورة السورية وحبينا نطرحها عليك اليوم. بالنسبة للسؤال الأول من أخونا كرم أمجد، السؤال هو: هل يتابع الجيش الحر صفحات الثورة السورية على الفيسبوك؟ وهل تتابعها أنت شخصيا؟ في بعض الأوقات عندما يكون لدي وقت أتابع هذه الصفحة. نعم. طيب، هل جميع أفراد الجيش السوري الحر تحت سيطرة لواء التوحيد؟ هذا السؤال من أخونا زبار النبوك. طبعا لا، الجيش السوري الحر هو مجموعة كتائب وألوية ومجموعات، لواء التوحيد هو جزء من هذا الحراك المسلح. نعمل على توحيد جميع الكتائب في ألوية تتبع جميعها للمجلس العسكري في محافظة حلب. ربما يبقى بعض الكتائب التي تعمل منفردة، سنحاول جاهدين بإذن الله ضمها إلى القيادة الموحدة. متى نرى قيادات الجيش الحر الموجودة في الخارج على أرض المعركة؟ وما هو دورها الآن من أخونا دكتور عبد الرحمن الخليل؟ نسأل لهم الله الهداية، نسأل الله أن يهديهم أن يعودوا إلى أرض الوطن ليكونوا معنا في الجهاد وفي النضال ضد هذا النظام المجرم. من أخونا علي سعيد: هل تشجع المغتربين على الانضمام بين صفوف الجيش الحر أم أن الاكتفاء بالدعم المادي فقط هو الأنسب؟ نعم، لدينا رجال شجعان في سوريا يكفون لمحاربة هذا النظام وإسقاط هذا النظام. نحن في الجيش الحر نسبة المسلحين لا تتجاوز 10 إلى 15%، لا ينقصنا الرجال، ينقصنا المال والعتاد والسلاح. من أخونا من نفس المقدار: محافظة درعا تعاني من نقص شديد بالأسلحة مع غلاق السلطات الأردنية للحدود على عكس الحدود التركية. السؤال: هل لديكم خطط لإيصال أي أسلحة إلى المرابطين في محافظة درعا؟ لنكن صريحين، الأسلحة التي تريدنا أو نحصل عليها أكثرها غنائم من الجيش، ولا تكفي جزء بسيط من عناصر الجيش الحر في حلب. نأمل ونتمنى أن يكون لدينا ما يكفينا لإرسال إلى أخوتنا في درعا وفي حمص وفي حماة، ساحة المعركة للجميع. نحن نعتبر سوريا ساحة معركة واحدة، لا يوجد فيها درعا أو حمص أو حماة أو حلب، هي ساحة معركة لكل السوريين. مقصر جدا جدا جدا. فارس حوران: هل تم استلام واغتنام اي صواريخ مضاده للطائرات كما تقول وكالات الانباء؟ دعايات اعلاميه كاذبه، الغرض منها هي الايقاع بين صفوف المقاتلين بان هناك وصلت اسلحه مضاده للطيران واحتكرها البعض ولا يقوم ب استعمالها ضد النظام لإيقاع الفتنة بين المقاتلين. لم يصلنا أي شيء أو أي نوع من الصواريخ إلى سوريا. سؤال من أخونا كلاود إس إتش: ما هي رؤية الجيش الحر لجميع الطوائف وخاصة الأقليات، وكيف سيتم التعامل معها بعد سقوط النظام وخاصة من أبناء الطائفة العربية؟ نحن في الجيش السوري الحر والشعب السوري بشكل عام لا ننظر إلى أقليات أو طوائف، نحن نعتبرها مكونات الشعب السوري. كافة هذه الطوائف لا نقول عنها أقليات، هي مكونات الشعب السوري. نحن نتعامل مع الإنسان على أنه إنسان بغض النظر عن الطائفة أو الدين أو العرق، ونطمئن الأخوة الشرفاء في الطائفة العلوية الذين لم تتلوث أيديهم بدماء السوريين بأنهم هم جزء من الشعب السوري، لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات، ولن يعاملوا إلا معاملة أي سوري شريف في هذا البلد. هناك أيضا بعض الأسئلة التي وردت من إدارة الصفحة. السؤال الأول: ما هو برأيكم دور الجيش الحر في المرحلة الانتقالية وفي المرحلة التي تليها، وكيف ترى دور الجيش في الحياة السياسية بعد سقوط النظام؟
نعم، نحن دورنا حاليا هو إسقاط هذا النظام، وبعد السقوط مهمتنا وواجبنا حماية هذه الثورة من المتسلقين والانتهازيين الذين ينتظرون للوثوب على هذه الثورة وسرقتها. ثورة هذه الشباب يجب أن تحفظ لهؤلاء الشباب ولكافة السوريين. نحن واجبنا حماية هذه الثورة في المرحلة الانتقالية فيما بعد السقوط حتى يتم تشكيل حكومة وطنية ينتخبها الشعب، ومن بعدها نعود إلى سكناتنا العسكرية. أما بالنسبة لنا كجيش، من المواقف السياسية أو من جميع الأحزاب والسياسيين، نحن في منتصف الدائرة، نحن في مركز الدائرة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وجميع السياسيين. نحن لا ننتمي لأي حزب أو تيار، نحن جيش الوطن. سؤال آخر، هل هناك وجود للقاعدة بفكرها بين الفصائل المقاتلة؟ وما هو موقفكم من هذه الفصائل لو وجدت؟ نعم، يوجد بعض الفصائل لا نستطيع أن ننكرها موجودة مع المقاتلين، تنتمي إلى تيارات متشددة ولكن عددها قليل جدا. موقفنا معها حاليا هي موجودة تقاتل هذا النظام، نسأل الله لها الهداية بأن تتعامل كشعب سوري معتدل. نحن مسلمون معتدلون، لا نقبل التطرف أبدا. هناك من يدعو إلى التأر والانتقام كوسيلة للتعبير عن الغضب من الإجرام الذي ارتكبته العصابة على مدار 4 عقود، كيف تنظرون إلى هذا الأمر في الجيش القاري؟ وكيف تعلقون على بعض الفيديوهات والمقاطع التي أظهرت رمي الجدر أو سحلها أو ذبح بعض من قيل أنه من الشبيهة؟ نعم، أولا ندين هذه الأعمال كافة ولا نقبل بها من تعذيب أو رمي جثث من الأسطحة أو أي تشويه أو أي إعدامات بدون محاكمة. لا نقبل أبدا هذه التصرفات الفردية التي قام بعض أفراد لا نقول عنهم جيش حر، ربما هم من الشبيحة أنفسهم أو مدسوسين من الأمن، قاموا بهذه الأعمال للإساءة إلى الجيش الحر. نحن نرفض هذا الكلام، نحن مع المحاكمة أو المحاكمة العادلة لجميع المجرمين، المجرم يجب أن يحاسب. نحن ضد السأر وضد فكر السأر، إسلامنا وديننا وأخلاقنا لا تقبل بالسأر ولا تقبل إلا بالمحاكمة العادلة لجميع المجرمين. نعم، لن نسمح أيضا بنفس التوقيت أو بنفس الوقت لن نسمح لأحد من المجرمين أن يفلت بدون عقاب. كيف أثر النشر الإعلامي سلبا أو إيجابا على عمليات الجيش القاري؟ هل هناك من يرى أن الفصائل المقاتلة تبالغ في نشر المعلومات والفيديوهات والصور بما يكشف تحركاتها؟ ما رأيك؟ نعم، هو الإعلام في حلب في الجيش السوري مع الجيش السوري إعلام غير منظم بشكل عام، ولكنه أدى دورا جيدا بالنسبة لإعلاميين الموجودين مع الكتائب ومع الألوية، قاموا بجهد كبير، عرضوا أنفسهم للخطر، ومنهم من استشهد ومنهم من أصيب. نشكرهم جميعا، ولكن التجربة الجديدة على البلد ربما فيها بعض الأخطاء. السؤال قبل الأخير، ما هي العلاقة برأيكم بين السياسيين والعسكريين في الثورة؟ وهل يستطيع العسكريون وحدهم تحديد الرؤية اللازمة لتحرك الثورة؟ بالطبع لا، نحن نتعاون مع السياسيين، ونحن عملنا عسكري محض، السياسي للسياسيين والعسكر للعسكريين. السؤال الأخير، ما هي النصائح التي تقدمها لقراء صفحة الثورة السورية؟ وكيف يمكن أن يخدم الجيش الحر؟ يعني أرجو من جميع قراء هذه الصفحة والناشرين في هذه الصفحة أن يوجهوا لنا النصائح وأن يلفتوا نظرنا إلى الأخطاء التي تقع وقد لا ننتبه إليها. نحن مستعدون لتلقي أي نقد أو أي شيء يصحح المسار إذا كان هناك خطأ. سيادة العقيد عبد الجبار العقيدي، شكرا جزيلا لك باسم صفحة الثورة السورية، شكرا لكم.